يا مساء الخير والنور والسرور. مشوار صباحي، نشوف طبعا أشياء جديدة. والله عندي مشياء حلوة، ماكس هذا عجبتني مرة، بس ما عندنا شتاء مرة يعني. وكيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. لا تنسون الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في المحل أنا جيت أخذ بنات ترنقات كذا بناطيل، تخلي الله أصور لكم معي ما دام المحل فاضي. ما في حد، في أشياء عجبتني مرة. هذه حلوة مرة، هذه حلوة بس أنا أحس إنها تتبرم شوي ثقيلة. هذا حلو بعد، هناك مقاسات الصغيرة. طبعا أمهات الأولاد ما يدروني ما راح أروح قسم الأولاد، هذا قسم البنات. شوف هذه حلوة بعد، 40 حلوة والله. شو سريع كتابات، ما أدري وش الكتابات هذه. وش بعد هنا؟ أيوة يلا الحين بروح شو اسمه، بروح سنتر بوينت. هذا عجبني بنطلون بس مشكلته أبيض. هذه حلوة بعد بس شوي صدرها فتحة الحلق وسيعة. شوف هذا الزيتي مع بنطلون حلو. يلا انتظروني خليكم معي، بروح الحين سنتر بوينت. طبعا كالعادة الدرج عطلان، مو بأول مرة، دايم يمكن لها كم سنة، 4 أو 5 سنوات. فرع بديعة، متى تصلحون درجكم؟ متعطل. شوف هنا بلفظت على عرض، بمر شوف ايش فيها، في اسانسير بس ما ودي اركبه. اذا هذا اطلع اشوف كيف الاسانسير. شوف هذا قسم الرياضي، هذه الاشياء اللي عليها عروض شفتوها هنا كلها صيفية. جنن ذولي اشكال حلوة. كم؟ 35 يعني حلو سعرها. هذه بعد تابين، ينبسطون البنات واخذها لهم. هذه بعد حلوة، شربات اخذت امس انا شربات، امس اخذت شربات شتوية من بو خمسة، ما صورت لكم للأسف يعني. شوفوا هذه على عروض بعد، تخيلوا لي ساعة اصور لاخي طلع ما يصور، والله البلشة صدق. يلا عيد لكم ما في مشكلة، ما دامني تعنيت وجيت حنوريكم جاكيتات. اول هذه هي البنتية، طبعا هذا سنتر بوينت اللي بفرو، هذا فرو حلو، هذا هذه هذه اللي نبطاشة كذا بس حلوة الدفي، هذه اللي كذا جاية صوف. هذا قسم البنات طبعا، الأولاد ما راح أصوره لأني ما راح. هذا حلو بعد والله، قسم صراحة صغير هنا حاطين البنات، يعني اللي يبي سنتر باين تروح فروع القصر مول، مرة 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 يهبل كبير. كان ثاني أفضل نشوف بروح شو اسمه فاين فير. يلا كله على طريقي طبعا، أنا راجع البيت. يلا 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 يلا، هذا هذا صراحة مقفل عطلان. طبعا كالعادة طريق المدينة هذا صراحة صار مشكلة كبيرة جدا جدا، مطبات وإشارات يعني اللي بيجي معه صراحة الله يعينه. بس إن هنا طريق بيتي عاد، وكنت بمر كم محل من هنا، لا
لازم اجي من هنا والله صراحة. مش اسمه، انا ودي بستاند هنا صراحة، اصير احطه كده وصور، بس ما لقيت شيء مناسب. الحين جيت فاين فير اشوف شو عندهم. اخذت هذه البنات حلوة، هذه بناطيل ما شاء الله صورهم زين. ما شاء الله شوف هذه حقت زارة، جاكيتات زارة. طبعا مع التخفيضات عندهم صراحة تصير القطع يا بلاش. اي شوفوا هذه البناطيل اللي بيها، بس هذه برضو مع كلها صغيرة ممكن لابسات. شفتوا سعرها كم؟ 25 هناك غير، كلها نفس الملابس يعني. شوف الجهاد تحس فيها شيء، يلا ما شاء الله. اليوم وديتكم جولة كم محل. عاد الله الله باللايكات، اللايكات والشير عشان تنتشر مقاطعنا. وشوف هذه بعد زارة حلوة والله، عندهم أشياء مرة مرة جميلة. بس أنا ما أحب أكثر الشتوي، تعرفون شتا الرياض يعني، شتا خفيف. ما شاء الله يا سيد القرآن. طالعين اليوم روح سوق مول، ما مول أيه. معين روح تمشى وناخذ الاكل عشاء يلا عشان نرجع بدري. فالحين احنا مستعجلين. يلا هنا يبغون شيء غلام، شيء غلام. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي مشتوي ما زلنا في السوق، تمشي وناخذ عشاء ونشوف اذا في شيء شتوي حلو، بلوفرات بجاين او شيء للبنات. مشكلة قدامي اشخاص ما ابغى اصورهم. شوفوا الاطقم هذه ما شاء الله حلوة. بس ما شيء ثقيل شتوي يعني. الشتاء عندنا ما يطول، بعدين ما في شتاء مرة. شوف هذه تبل، شوفوا القطعة، جوي وأجوائي. أحب كذا ألبس على أقمصة البيت. نشوف سعرها كم، 100 ريال. حلو والله قسم بالله، أنا حتى قماشة نفس الدرجة، بس هذه ثاني، هذه ثاني. كبير اللي بلوس نفس الدرجة، بس خد اللي غير. كم سعره؟ كلها 2
بس بتاعتي الكلاس. دخلي الكلاس بعد عشان ما تفاجئ الحين. تفاجئ من ايش؟ من ايش؟ ما ادري. هذا افضل محل عندي. اي بندخل الحين بس خليني اخلص. هذا افضل محل. يلا خلنا ندخل معكم. بس خانقة ها؟ لا مقلوبة. جاكيت. حمراء اي وجس اصلا ما ادري ايش فيك مرة. 65 حلوة الجنة. مرة حلوة. بس انه سادة يعني وفيها كذا. تعين شوف بناطيل. زعينة انا ابغى بناطيل. شو فيها لين بناطيل؟ هذه حلوة لبنزات. شوف كم اثنين كم غالي 49. ما نبغى لقنزات الحين نبغى بلوفر. بنطير زي اللي حقت بلوفر كذا ترنكات مو بلوفر. شو زي هذه اللي بجانب البلدية حلوة ما يحطون بناتي زي كذا. حتى الجاكيت حلو. لا تعي شوف ما في عجبني. اي هذا عجبني بس مو بحاطين بنطلون معه. هذا بنطلون حلو حق طلعت. ايه حلو يجي الواحد يسترخي عندهم. عادي شو المشكلة. هذا حق مفارش. مفارش هذه البجايم الحرارية البناتية بس ما ادري كيف اعرف مقاساتكم. هذا فيجي عليه 60 توقعين ولا اخذ اكبر؟ خلينا نشوف كم. 65. قياس كم كم؟ من 13 ل 14. لا 13. كيف اعرف المقاس؟ هذا 13. مكتوب هذا. اي بس ما تطلع على نفس الحجم. خلينا نشوف هنا. ايش في هذا اللي جاكيت حلو؟ شتين أشكال ثانية؟ حلو على فمي. لا حلو عشان من هذا المكان. الحين خلاص طالعين بيت. اسمه منطقة الجمبري. الحين طالعين بيت. الأجواء صراحة في الرياض الأيام هذه ما شاء الله تجنن.